السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من سوفت وير تريكس، والحلقه المره دي انا عاملها على اساس طلباتكم. في خلال اخر كام شهر اكيد كلكم سمعتوا عن ويندوز 10 كرييتورز ابديت، او زي ما بيسموه بالعربي نسخه صناع المحتوى. طبعا انت اول ما تسمع حاجه زي كده ممكن يهيئ ليك انه مليان ميزات رهيبه من جوه وهتفيد المستخدمين بنسبه كبيره، فتعالوا خلونا نلقي نظره على حكايه التحديث الجديد ده. هنبدأ الفيديو بدرس تاريخ سريع. ويندوز 10 من ساعة ما بدأ في 2015 شفنا منه 4 إصدارات، نسخة التكنيكال بريفيو، ودي عاملة زي نسخة مبدئية عشان المستخدمين يجربوا الويندوز ويدوا تعليقاتهم للشركة عن إيه المزايا والعيوب المختلفة، وبعدها بتيجي النسخة الكاملة المستقرة من ويندوز، والنسخة دي فضلت مستمرة لحد 2016، وبعدها شفنا نسخة الأنيفيرسي أبديت كان فيها ميزات كتير كويسة وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات السلسلة زمان، والنسخة دي فضلت مستمرة لحد ابريل 2017 لما تم الاعلان عن ويندوز 10 كرييتورز ابديت. واول سؤال هنا، لما النسخه دي اعلن عنها من 5 شهور فاتوا، ليه لسه بتكلم عنها النهارده؟ السبب في كده ان شركه مايكروسوفت اختارت سياسه جديده تمشي بيها مع النسخه دي، لان مين فيكم عنده ويندوز 10 ومش مخنوق من كميه الابديتس الاسبوعيه اللي بتاخد سرعه النت كله وبتاخد وقت طويل جدا، فما بالك بقى لو كمان تقلوا على الناس بحكايه الكرييتورز ابديت دي، ساعتها هيكون الموضوع خنيق جدا. فالشركه اخذت راحتها في انها تخلي الاصدار على مدى طويل مع المستخدمين. واول خطوه في الفيديو هي انك ازاي تعرف ان انت عندك النسخه دي من ويندوز 10 ولا لا. كل اللي عليك هو انك تدوس على ستارت وتكتب وينفير، هيطلع لك نسخه الويندوز. لو كانت 1703 وتحتها بيلد نمبر 15063 وبعدها شويه ارقام هتفرق على حسب انت عامل ابديتس اخر مره امتى، يبقى انت على النسخه اللي انا بتكلم عليها. تاني خطوه في الفيديو، لو مش عندك النسخه دي ازاي تقدر تحصل عليها؟ وهنا بقى في كذا طريقه. اول طريقه تدخل على السيتنج، بعد كده ابديت اند سيكيورتي، هتلاقي رساله زي اللي في الصوره كده، هتدوس على يس شو مي هاو، وده هيسجلك في الابديت وهيوصل للجهاز عندك في اقرب وقت. تاني طريقه هي الحل المانيوال. على موقع مايكروسوفت الابديت ده موجود جاهز وممكن تحمله وتعمل له انستول، وهو بيبدا تلقائيا يشوف جهازك جاهز للابديت ولا لا، واول ما يكون جاهز بيعمله لك مباشره. وفي نفس الصفحه دي في خيار تاني للمستخدمين اللي عايزين يعملوا ويندوز متبوت من الصفر على الفلاشه بالتحديث الاخير لصناع المحتوى. وفي الفيديو ده عايز اقول نصيحه لمستخدمين ويندوز المحترفين، في حاجه اسمها ويندوز انسايدر بروجرام، دي لو اشتركت فيها هتقدر انك تحمل اي نسخه تجريبيه من ويندوز قبل ما تكون متوفره للعامه، ودي في الحقيقه حاجه ليها ميزه وعيب. من ناحيه انت بتشارك في الكوميونتي وبتدي رايك، والمطورين في مايكروسوفت بيقروا الحاجات دي عشان تساعدهم في تعديل النسخه النهائيه، ولكن عيبها هو انك بتستعمل نسخه غير مستقره 100%، فممكن تعاني من بعض الباجز. طبعا انا هسيب لينكات كل الكلام ده في الديسكريبشن عشان اللي عايز يلقي نظره. ندخل بقى في الجزء المهم من الفيديو، ثالث خطوه، الميزات الجديده مع تحديث صناع المحتوى من ويندوز 10. نبدا بكورتانا. بالنسبه للي هيسطب ويندوز 10 من الصفر حاليا، هيلاقي ان كورتانا تقدر تساعده في التسطيب كله. بدل ما زمان كنت بتسطب بالكيبورد والماوس، دلوقتي بصوتك بس تقدر تسطب الويندوز كله ومن غير ما تحتاج تحرك ايدك او تستخدمها خالص. ميزه تانية وهي بيك اب وير اي ليفت اوف، وهقول لكم شرح سريع عنها. نفرض انت كنت في الشغل او الجامعه ماسك لابتوب عليه ويندوز 10 وكنت بتكتب ريبورت مثلا او فاتح مقاله بتقراها، وفجاه وقفت عشان جه وقت الرجوع للبيت، وانت شخص بتحب تقعد على الكمبيوتر في البيت. اول ما تفتح الكمبيوتر بتاعك وتدوس على علامه اكشن سنتر تحت على اليمين، هتلاقي الحاجات اللي انت كنت شغال فيها في جهازك التاني. وعشان تشغل الميزه دي بتروح لعلامه كورتانا من تحت وتدوس عليها، وعلى الشمال هتلاقي رسمه شبه النوت بوك، دوس عليها وانزل لتحت لحد ما تلاقي بيك اب وير اي ليفت اوف. لكن ملحوظه، الميزه دي مش موجودة في كل الدول حاليا، لكن مع الوقت هيتم دعمها في كل حتة. طبعا في تحسينات تانية في قدرات كورتانا وطرق التواصل معاها وحاجات كتيرة، لكن عشان وقت الفيديو هسيب لكم لينك في الديسكريبشن وهروح لنقطة جديدة. جزء الألعاب، مايكروسوفت الحقيقة مركزة جدا على انك لما تفتح جيم تلاقي كل قوة البروسيسور وكارت الشاشة رايحة للعبة، وان كل الباك جراوند بروسيسز ما تأثرش على أداء اللعبة. وهنا بقى بيجي دور الجيم مود الجديد، المفروض ان لوحده بيكون شغال بعد ما تعمل التحديث، لكن لو عايز تأكد على لعبة معينة يكون شغال فيها الموضوع ده، يبقى هتعمل زي ما هقولك بالظبط. تفتح اللعبة وتدوس على علامة الويندوز مع حرف جي، هيفتح لك بار صغير كده من تحت
روح لعلامة الإعدادات وعلم على الصندوق اللي جنبه Use Game Mode for this game. الحركة دي مش هتفرق قوي مع الناس اللي معاها أجهزة عالية، هتفرق أكتر مع الأجهزة الضعيفة والاقتصادية. وعلى حسب كلام مايكروسوفت إن في المستقبل هيكون في ألعاب فيها برمجة خاصة بتخدم الجيم مود ده. نرجع للبار تاني اللي في اللعبة، هتلاحظوا علامة تدل على الستريمينج. دي بقى أهم حاجة للجيمرز اللي بيحبوا البث المباشر. دلوقتي أنت ممكن تستعمل خدمة بيم وتعمل لايف ستريم على طول من اللعبة بتاعتك، ومش محتاج تعمل أي أكونت زيادة، لأن أكونت مايكروسوفت بتاعك هو الكفيل بالموضوع ده. نروح بقى للمزايا اللي أنا بسميها موبايل ميميك فيتشرز. هي عبارة عن حاجات موجودة في معظم الموبايلات الأندرويد والآي أو إس حالياً، وحاجة كويسة إننا نشوفها على ويندوز 10. من الميزات دي إنك تكون مثلاً بتتفرج على فيديو عايز تكمل فرجة عليه وإنت بتعمل شغلك، فتخليه يظهر في بوب أب مود صغيرة على الجنب. وحاجة زي كده هتنفع مع مكالمات الواتساب برضو، ولو مثلا بتكلم واحد وعايز تاخد نوتس من اللي هو بيقوله. في ميزة برضو هو انك لما يجي وقت النوم يقرب تدخل على اكشن سنتر وتشغل النايت لايت عشان لون الشاشة يتغير ويقلل الضوء الازرق قدر الامكان ويخليه لون داكن اكتر. طيب نروح للناس اللي عايزة تحكم اكبر في الخصوصية والويندوز بتاعها. اول حاجة حاليا اخيرا تقدر تتحكم في الابديتس وتقدر تأخرها عشان ما تسحبش منك سرعة النت. اللي هتعمله انك هتدخل على سيتنج بعد كده ابديتس، ومن هناك روح للادفانسد اوبشنز، انزل تحت هتلاقي خيار انك تعمل بوز ابديتس، وده هيوقف التحديثات لمدة 35 يوم كاملين. طيب نفرض بعد ال 35 يوم دول حبيت تزود 35 يوم كمان، للأسف غصب عنك هتضطر الاول تحمل الابديتس اللي كانت قبل كده، وبعدها هيسمح ليك توقفه كمان 35 يوم. طبعا ده لمصلحة الجهاز بتاعك في الاول وفي الاخر. ونقطة تانية، الناس اللي كانت بتستعمل ويندوز هلو في فتح الجهاز بوشها، دلوقتي بقى الحماية اقوى بكتير واسرع في انها تحدد ملامح وشك. ومش بس كده، زي ما عملوا ويندوز هلو عملوا العكس واللي هو ويندوز جود باي. فكرته هو انك تعمل رابطة بلوتوث بين جهازك وبين حاجة قريبة منك على طول، زي ساعة ذكية مثلا او موبايلك، بحيث انك لو بعدت عن الكمبيوتر وصلة البلوتوث دي هتقطع فالويندوز يعمل لوك لوحده. النقطة الاهم بقى هي ازاي تشغل الحاجات اللي قلت عليها. دوس على علامة الستارت واكتب ساين ان اوبشنز، هتفتح لك شاشه. اول حاجه هتلاقيها من فوق هي ويندوز هلو، لكن عشان تستخدم الميزه دي لازم يكون عندك كاميرا داعمه للانتر ريل سينس تكنولوجي. في كاميرات لاب بتستعمل التقنيه دي حاليا، لكن قليله نوعا ما، وبرده ممكن تشتريها من على النت لو عايز. نرجع للصفحه بتاعه ساين ان اوبشنز، لو نزلت لتحت شويه هتلاقي الدايناميك لوك، هو ده الويندوز جود باي، وده تقدر تشغله عادي لو عندك بلوتوث في جهازك عشان تربطه مع الموبايل. ولو ما عندكش بلوتوث ممكن تشتري الموديل الصغير ده على هيئة USB وهيشتغل عادي جدا. لسه طبعا في ميزات تانية كتيرة جدا هتكلم عنها اكتر في حلقات بعد كده بإذن الله. وفي نفس الوقت عشان ما يكونش الفيديو اطول من كده، بشكر كل اللي كمل الفيديو للآخر. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وبرده ما تنساش تتابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات كلها في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة. سلام.